للمحال التي تبيع الكحول في بعض المناطق ذات لون طائفي معين تقع تحت سيطرة حزب الله أثارت ضجة في أوساط أبناء الطائفة الشيعية أنفسهم، فكيف بالقرار الذي أصدره رئيس بلدية الحدث في 16/9/2011 وقضى بمنع أصحاب محلات بيع الكحول من فتح محلاتهم بعد الساعة 10 ليلا تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحق المخالفين؟ هذا القرار أثار استغراب غالبية اللبنانيين وشكل صدمة كبيرة لأصحاب المحلات في الحدث الذين اتصلوا بالأم تي في ليسجلوا اعتراضهم. نحن قصدنا المنطقة وتحدثنا إلى بعضهم. اللي بده يشرب بروح ما بده يشرب، بيطلع كفرشيمة بيشرب، بينزل على الرماني بيشرب، بيطلع بعبدة بيشرب، في يوصل أنا قدام المحل مثلا شوف ناس تجمعات عم تسكر يقدر يعملوا نظبطات تحت اللي يجي يسكر لي محلي هيك يقطع لي برزقي، مش شيء منه منطق يعني. علينا قسطات، علينا دفع، علينا أجورات، علينا ما بعرف. بده يشرب بيروح بيشتري الساعة 8 عشية، بيعطهم براد بالبيت وبنزل على الطريق بالليل الساعة 2. ما حدا قاله علي، يعني صار لنا من 3 أشهر أنا بعرف عم بيصير حواجز كرمال الكول بمناطق قريبة لنا، فما بعرف إذا هن يعني حاطين علينا يعني أو شيء، ما أدروا كم شو تحت كم شو عنا. أكيد لا، نحن هلا منطقة مسيحية 100% يعني، يفللونا أكيد هيدي يعني ما بتصير معهم ولا حتصير ولا بحلمهم بتصير. رئيس البلدية جورج عون برر قراره بأنه لحماية بلدة الحدث وأهلها. كثير منيح لأنه كثير عم بصير زعرانات عشية. ولا واحد هو حر، نحن ببلد بلد ديمقراطي. كيف مطلعوا ما بعرف ما بعرف. نكون صريحين، يمكن ما هو حق بوجهة نظره. ما الذي دفع رئيس بلدية الحدث ليأخذ مثل هذا القرار في بلد يتميز بتجارته الحرة ونظامه الحر وفي منطقة لا تتعارض معتقداتها وعاداتها مع هذا النوع من التجارة؟ نحن مش ضد بيع الكحول ولا منعنا بيع الكحول. إذا بتريدي قرارنا واضح وصريح، في محلات عم بيعملوا إقلاق راحة، يعني نحن أخذنا هالقرار رحمة بشبابنا، رحمة بطلبات أماتنا، رحمة بالناس ساكنين بالحدث، لأنه ما في محل إلا بعيد عنه 10 متر أو 20 متر عم يصير في تجمعات، عم بضلوا سهرانين هالشبيب للأربع على الخمس الصبح، عياط وصريخ ومسبات ومشاكل. طيب وشو بترد على الاتهامات اللي يقال إنه أنت عم تنفذ قرار لحزب الله، شو بتقول لهم للأشخاص؟ ما سمعتك شو قلت، وبرفض أنا أجاوب على هذا. الحزب ما بيتعاطى معنا بأمورنا الداخلية ولا له علاقة معنا. نحن مع شرب الألكول ومع شرب الكحول ومع بيع الكحول ومع كل شيء، بس ضمن أخلاقيات وأدبيات محددة. ألم يكن أجدى تنظيم حملة توعية ضد آفة الكحول ومخاطرها وترك الحرية للتاجر والزبائن لشراء أو الامتناع عن شراء هذه المواد بدلا من اللجوء إلى قرار يتعارض مع مفاهيم تجارية واجتماعية قام عليها لبنان منذ القدم وميزته عن باقي دول المنطقة؟ وماذا عن السجائر؟ هل سيبقى بيعها مباحاً؟